بحب اتفرج على هدول. لا تفرس معي. بابا ولا سارة خليت تعطي التلفون والصبح أخذته. طيب كل واحد لازم له ساعة. لك بابا ايش بقى انت وسارة كل يوم نفس العملية نفس القصة. سارة أخذت التليفون ويزا أخذت التليفون. شو بقول؟ أنا جاي من الشغل عايف حالي. ها يا بابا أنا كل ما بدي أمسك التلفون يزا بده يصير بده إياه. لك يا بابا أنا جاي من الشغل تعبان ماني فاضي للحكي هاد كله. أنا سايح حمام دوش وبرجع بحكي معكم. بس خليها حمام راسي. أوه شغل 12 ساعة لسه بجي عندكم. بابا سارة أخذ التليفون يا زهر التليفون. هلا برجع لكم. برجع لكم. يلا أعطيني. بس يخلص ما أعطى الله فقدس. شو اخذت؟ اسكتي بذبحك اذا بتحكي شيء. مو شغلك. ايش بتقطعي؟ ولا حد. يا زين عبس شو مصاري وهذا الشيء غلط. انا لازم احكي للبابا لازم. بابا 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 بدي اقول لك شيء ضروري. بابا بدي احكي لك على يزن. شو بدي يزن بابا؟ بابا انا بدي احكي لك شيء. هي سارة وقحة عم تحكي كلام بذيء وتعلي صوتك بتجي. ايش عم تصير انت وياهم هيك؟ شو حكيت لهم هيك سارة؟ ايه بابا صحيح الكلام هذا؟ لا بابا والله بعمري ما عيط عليه ولا عيط بوشه. ما بصير هذا اخوك الكبير هذا ما بصير تحكي معه هيك عيب. لا بابا عيطت بوتشي الزبد. شو انت وياه؟ يا بابا والله انا بعمري ما عيطت عليه بوشه. كذابه وليك كذابه عم تحكي كلام بذيء. ما بصير عيب تحكي مع اخوك هيك عيب. وانت ولاك خلص بقول لك انه يلا روح انا مش على الساعه. لا تدخل حدا لا مزبوط هالبيت. لسه قلت لك قلت لي ضربت ضربتني. ايه على هالولاد. بابا شو بك لا تبكي. بابا كل ما بدي احكي معك كل ما بتقلي انقلعي من وشي. طب يا بابا شو كنت تحكي لي؟ احكي بابا احكي لا تخافي احكي. بابا رح اقول لك بس توعدني اني ما رح تضرب ولا يزن. يزن؟ ايش هو يزن؟ خلص بابا احكي بوعدك ما رح اضربه. احكي شوفي. بابا صار لي اسبوعين عم بشوف يزن عم مد ايده على جيبك ويسرق مصاري. شو؟ يسرق مصاري من جيبي؟ اي بابا. انت شفتيه بعينك؟ شفتيه بعينك؟ اي بابا انا شفته بعيني. يزن!
يزن. تعال عندي شو؟ ربع شلون؟ صحيح الكلام هذا؟ انت بسرعة بجيب مصاري شي. ومين قال لك بابا؟ شو مين قال لي؟ اختك سارة قالت لي. بابا لا تشوف شفتك. هي سارة الزلمة، هي بعتت لأم أختي، كيف عم تكرهني؟ شو أم أختك؟ شو أم أختك يعني بها؟ بطيئة لأن ايدك الزلمة. شو حكيت لك؟ لا بابا استغربتني اللي بدك تضربها، وأنت وعدتني اللي بدك تضربها. ماشي بابا، كمان ما هضربك، وعدتك. احكي لي شوف. يزن احكي. انت اخذ مصاري من جيب الاخر. احكي بصدق. شو؟ احكي يا يزن احكي. بابا انا اخذت منك بس ما سرقت. اخذت. يعني اخذت يعني سرقت نفس الشيء هو. شو يعني اخذت؟ طالما من دون علمي معناتها سرقت. بابا انا اخذت بس ما سرقت. لسه بيقول لي ما سرقت، ما سرقت. طالما اخذت من جيبي معناتها هي صفت سرقه. شو الحكي هذا؟ بس هي كلها 5 و10. اللي بيسرق ليره او 5 او 10 مثل كانه عم تسرق مليون. عم تفهم علي؟ اليوم من جيبي بكره من جيب الغريب، وتتعود على الشغله، وصار عندك كمان شغله سهله كثير، بتصير عندك سرقه بتشرب المي. هذا الشيء غلط. ما بعرف يا زلمه، انا هيك مربيك؟ انا هيك مربيك يا زلمه؟ انا بشو بقصر معك؟ خرجيه بعطيك لك ولاختك وما بحرمكم من شيء خالص. شلون داخل من جيب مصاري؟ ما تقول لي 5 و10. اللي بياخذ 5 و10 اليوم بكره بياخذ مليون، وتتعود ايدك على السرقه. هذا الشيء غلط. انا ما ربيتك هيك. شو عم تساوي انت؟ فهمني شلون؟ شو صار معك هيك؟ ماما ما بعرف. لسه بيقول لي ما بعرف. شو ما بتعرف؟ ما فكرت. لك شو ما فكرت؟ شو ما فكرت؟ بابا لك انا بعمري كله انت طلبت شيء مني وقصرت معك؟ لا بابا. بعمرك كله طلب الشيء مني وما اعطيتك؟ ايوه. معناتها هلا انت شو لازمك؟ لازمك تربي. انا رح اربيك بس مو بالضرب، رح اربيك بالكلمه حلوه. اذا فهمت علي تمام، واذا ما فهمت انا بعرف اصرف معك. بابا سامحني بعمري ما عاد عايده، انا اسف. بابا بتنساش سامحه بتنساش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. طيب ماشي بابا احسنكم. ماشي رح اسامحك بس دير بالك يوم بالايام تتكرر هالشغله هيك، دير بالك. Thank you.